فرعون أول من قال أخطأت في الوجود. وآية أخرى، لم يرسل الله ابنه إلى العالم. فتح أحد الباب أدخل إليه وأتعشى معه. أهلا بكم أحبائي، برحب بكم ترحيب حار في لقاء خاص من قناة الأرامية من تورونتو كندا. موضوعنا النهاردة الحقيقة موضوع في غاية الأهمية، يمكن كلمة من 6 حروف بس الفرق بين الشخص اللي هيروح السماء ويقضي حياته في الأبدية سعيد مع المسيح، والشخص اللي هيقضي حياته كلها وأبديته في أبدية تعيسة، أدرك معنى وعمق الكلمة المكونة من 6 حروف، الصليب، كلمة الصليب. أنا فرحان جدا النهاردة أن يكون ضيف حلقتنا ضيوف متميزين معنا، رجل الله وخادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف. أهلا بك أخي، بنرحب بك في تورونتو في قناة الأرامية. ربنا يباركك. ومعنا كمان مرنم حلو ورائع، وأنا فخور كمان يكون معنا رجل الله المرنم نجيب لبيب. أهلا بك يا أخي نجيب. أهلا بك يا أخي بيتر، بنرحب بك في تورونتو، فرحانين جدا تكونوا موجودين معنا وفي لقاء خاص على الهواء في قناة الأرامية من تورونتو كندا. ربنا يبارك. الحقيقة أنا حابب أن احنا نبدأ اللقاء بندخل إلى حضرة الرب بترنم، وأنا عارف يمكن أنا شخصيا اتعلمت أول ما وعيت على الحياة المسيحية، تعلمت الترانيم من المرنم الحلو الأخ نجيب لبيب. كان أول ترانيم تعلمتها منك يا أخي نجيب، ومن ضمن الترانيم الرائعة اللي مش قادر أنساها، الترانيم بتاعت زمان الحلوة اللي بالسمن البلدي دي. هم هنا في نورث أمريكا ما يعرفوش السمن البلدي. السمن البلدي بيقولوا بيجيب كوليسترول. لا، هم يعرفوا بس الفرايز والهمبرجر. لكن الترانيم الدسمة الحلوة الجميلة اللي فعلا كانت فيها مسحة، نفسي أسمعها منك. يبرع جمال يا حبيبي، يا ابو قلب كله حنان، يا ابو قلب، يا ابو قلب كله حنان، يا رقيق القلب يا طيب يا حنون على الإنسان، جمالك سباني وروحك عزاني. وكمان العدد اللي بيقول صلبوك الأعدى يا ربي، رفعوك ما بين للصين، طعنوك بالحربة في جنبك والشوك على الجبين. أمين أمين أمين. يبرع جمال يا حبيبي، يا ابو قلب كله حنان، يا رقيق القلب يا طيب يا حنون على الانسان، جمالك سباني، جمالك سباني، جمالك سباني، جمالك سباني، جمالك سباني يا ربي وروحك عزاني، جمالك سباني يا ربي عزاني. صلبوك الأعداء يا ربي، رفعوك ما بين للصين، طعنوك بالحربة في جنبك وشوك على الجبين، صلبوك الأعداء يا ربي،
رفعوك ما بين الصين طعنوك بالحرب في جنبك وشوك على الجبين صليبك فداني صليبك فداني صليبك فداني صليبك فداني صليبك فداني يا ربي وموتك أحياني صليبك فداني يا ربي وموتك أحياني يا خاطي بعد ده كله بتجاسي قلبك ليه وبتعمل الخطية وبتغضب ربك ليه ارجوك تعالى ارجوك تعالى ارجوك تعالى ارجوك تعالى ارجوك تعالى لربك ده فتح لك ذراعين أرجوك تعالى لربك ده فتح لك ذراعين أمين 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 أرجوك تعالى لربك ده فتح لك ذراعين. يسلم تمك يا أخي نجيب، أنت بتفكرني كده بيام زمان وبجد صوتك يعني ولا صوت الاخ نجيب لبيب نفسه يعني. ربنا يباركك. ربي يباركك اخ نجيب. شكرا. اخ يوسف، يمكن الكلمه اللي قصادها بينقسم البشر الى قسمين، اما بعض الناس بيتلذ ليهم الكلمه دي وبيحبوا يجوا في بدايه كل اسبوع يقعدوا في محضر الله يتذكروا هذا العمل العظيم اللي عمله الرب على الصليب. البعض الآخر وتقدر تقول برضو هم قسمين بس في نفس القسم، إما بيتبارك بيها أو بيكرهها، ما يطقهاش زي ما بيقول الرسول في كورنثوس الأولى إصحاح 1 وعدد 18 على ما أذكر، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة لكن عندنا نحن المخلصين قوة الله. فلدرجة واحد من أعداء صليب المسيح قال كلمة في غاية الخطورة، قال لو قدرنا ان احنا نهدم ونحطم الصليب لا قدرنا ان احنا نحطم ونهدم المسيحية. هو طبعا محق في جانب ان هو لو قدر، لان المسيحية هي الصليب، لكن الجانب الثاني هيهات انه يقدر يحطم فكر الله منذ الأزل. ليه أهمية الصليب؟ يعني ليه الصليب كلمة مهمة وإيه أهمية الصليب؟ أنت فكرتني بمقولة واحد من الأفاضل الشراح المباركين، قال مسيحية بدون مسيح مات مسيحية ميتة. رمز المسيحية هو الصليب، وهذا حق. مش بس الناس اتخذوه رمز يعلقوه على المباني وفي بيوتهم وأحيانا على صدورهم وأحيانا في إيديهم، لكن في الحقيقة لا مسيحية بدون الصليب. الصليب هو جوهر المسيحية. علشان كده نقدر نقول ما أكثر، أولا بداية نقول أنه فعلا قسم العالم فريقين، وهو المسيح لما اتصلب اتصلب في الصليب الأوسط. والشيء العجيب أن في اتنين مذنبين، واحد عن يمين وواحد عن يساره، لا فرق بينهما لأن الاتنين مذنبين، لكن واحد رغم أنه مذنب لكنه تاب وآمن وخلص، والتاني مذنب لكنه لم يتب ولم يؤمن وهلك. ودي الفرق ببساطة. واحد قبل عمل المسيح لأجله وتاب توبة قلبية، اعترف بالخطية، ثم
تحول إلى المخلص العظيم وقال له اذكرني يا رب، دعا باسم الرب، والكتاب يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. وثبت أن هذه الكلمات صحيحة 100%، حتى أن اللص الجاني الذي لم يكن له أي رصيد من الأعمال الصالحة على مدى تاريخه الطويل خلص. وفي الصبح كان خاطي بيعير المسيح، قبل الظهر كان مخلص بالنعمة، سمع من فم المسيح الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، وقبل غروب الشمس كان مع المسيح في الفردوس. هذا هو الفارق الكبير بين فريق وفريق. الصليب هو الذي عمل الفارق. الصليب أعلن لنا حب الله، علمنا نحب كمان. الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا، علمنا نحب. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. لكن مش بس محبة المسيح، ورانا بر الله، عرفنا الله بار، بحيث أن كل تعدي لابد أن يأخذ مجازاة عادلة. وإذا كان الله يريد أن يخلصنا فقد أخذ حقه كاملا من البديل اللي هو المسيح. ثم الله قدوس، تعلمنا هذا مش بمجرد أن الصرافين بتهتف وبتقول قدوس قدوس قدوس، لكن عندما جعل المسيح خطية وهو ابن محبة الله ترك من الله، حجب الله وجهه عنه. فتعلمنا المحبة، تعلمنا بر الله، تعلمنا قداسة الله، ثم قسم العالم اللي كله خطاط قسمهم فريقين، فريق خاطي ورفض عمل المسيح البدلي الكفاري الفدائي النيابي، وفريق آخر زي الأولاني تمام لكن بالتضاع قبل العطية العظيمة وخلص إلى الأبد. أمين أمين. زي ما سمعنا أن الفرق بين الفريقين هو كلمة الصليب. وأتمنى من رب أن حلقة النهاردة ما تكونش معلومات زيادة عن الصليب تزيدها إلى رصيد معلوماتك اللي أنت عارفه. وأتمنى أن بعد حلقة النهاردة ما يكونش الصليب رمز من مصوغات الذهب أو شيء بتتبارك به أو شيء بيودي الشياطين والعفاريت، لكن فعلا النهاردة بنعمة الرب من خلال الحلقة أن الله يفتح عينيك على عمل الصليب الكفاري. وأنا عايز أقولك على حاجة، لو عينيك اتفتحت مرة واحدة بس، مرة واحدة مرة واحدة على أبعاد عمل الصليب، كل مرة هتفتح فيها كلمة الله هتشوف فيها الصليب. أخي يوسف، سوري أخي نجيب، كنت عايز تقول تعليق. لا أخي يوسف، واضح أنه الصليب زي ما بيقول بطرس الرسول في رسالته معروفا سابقا من قبل تأسيس العالم، فواضح أنه فكرة أو مفهوم الصليب ما جاش حادث عرضي في حياة المسيح زي ما بيظنوا البعض أن حادث عرضي في حياة المسيح، واضح أن ده كان في فكر الله من الأزل. نعم. الله بيعلن أفكاره بنوع من التدرج في الإعلان الإلهي. فلو حضرتك تكلمنا يعني مثلا لنبدأ بأسفار موسى الخمسة مثلا، نشوف فين الصليب أو تدرج إعلان الله عن الصليب مثلا من خلال أسفار موسى الخمسة. قبل ما أرد على السؤال، يعني فكرتني بكلمات الرسول بطرس في أعمال 2 لما بيقول عن المسيح: هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه. فدي مشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وحيث إنها مشورة محتومة وعلم سابق، ففعلا زي ما تفضلت متوقعين نلاقيها في أسفار موسى الخمسة. لا، ده احنا هنلاقيها في أول يعني صفحة من صفحات التاريخ البشري. تكوين 3 بيكلمنا عن خلق آدم ثم سقطته، وعلى طول جاء الرب الإله وصنع لآدم وامرأته أقمصة من جلد. الجلد جاه من ذبيحة ذبحت، كأن الله عارف هيعمل ايه، هيقدم ذبيحة. وقبليها قال للمرأة لحواء: أضع عداوة بينك، قال للحية: أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. إشارة إلى الصليب اللي فيه المسيح سحق رأس الحية، واللي فيه الحية أو الشيطان سحق
عقب المسيح اللي هو ناسوت المسيح بالزبط. أماته بالزبط. ثم حتى يعني من غير قطع كلام حضرتك حضرتك أشرت للنقطة مهمة دلوقتي إنه الرب الإله صنع لهم أقمصة من جلد ما خلقهاش أيوه. لكن عشان يصنعها قدامهم كان لازم يجيب ذبيحة تمام. نفس الكلمة صنع بدم نفسه تطهير لخطايا يعني. فالصناعة دي صناعة إلهية يعني. بالضبط. مما يدل على أن هذا فكر موجود عند الله فلم يفاجأ حتى بخطأ تأسف يقينا تأسف إن الإنسان أخطأ زي أي أب لما يشوف ابنه انحرف بيتأسف الله بيحب الإنسان تأسف أن الإنسان أخطأ إليه لأنه عارف إن الكونسيكونسز والتبعات والنتائج بتاعت الخطيئة لكن الحل موجود زي ما حضرتك قلت معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. لما نمشي نلاقي أن الذبيحة لها مكان كبير قوي حتى في أسفار حتى في سفر التكوين يعني هابيل قدم ذبيحة نوح قدم محرقات إبراهيم كان رجل المذابح إسحاق قدم وإبراهيم ويعقوب قدم ذبائح إذن الذبائح كانت موجودة حتى في سفر التكوين. لما نوصل لسفر الخروج سفر الفداء سفر الخروف بتاع الفصح اللي اتذبح علشان الشعب يفدى وكأن ربنا عايز يقول ما فيش فداء إلا عن طريق خروف يذبح بس مش خروف خروف من الخرفان لكن زي ما قال يوحنا المعمدان عن المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ثم لما نروح لسفر اللاويين نلاقي الدماء والذبائح هي الفكر الأساسي في العهد القديم. إذن في أسفار موسى الخمسة هنلاقي الذبائح هنلاقي في سفر العدد الحية النحاسية التي رفعت ودي صورة ورمز للمسيح مش أنا اللي بقول ده المسيح نفسه قالها في يوحنا 3:14 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ده يمكن واضح جدا أنه فكر الله فعلا منذ الأزل أنه يعلن أو يبين للإنسان أنه الطريق الوحيد للكفارة هي الدم هي الذبيحة. ويمكن زي ما حضرتك أشرت التدرج الإعلان الإلهي يمكن كان واضح كمان قوي في حادثة إبراهيم أيوه. أن هنا بقى في حادثة إبراهيم ما كانش بس ذبيحة حيوانية لا ده ممكن الفداء أو الفدية تكون أكثر من ذبيحة حيوانية يعني الله فعلا ابتدى كأنه عاوز يعلن مزيد بالضبط. أن أنا قلت لكم الذبيحة مهمة بس هل تعرفوا أنه ممكن الإنسان يقدم ذبيحة وهل تعرفوا أن الإبن الوحيد الحبيب الغالي على قلب أبيه ممكن يتقدم ذبيحة بس مش إسحاق لأن إسحاق نفسه فدي لكن برضو أنا بتوقف عند الحتة دي وأرجو أن المشاهد اللي بيسمع يركز ويفهم الله كان ممكن يقول لإبراهيم أنا عرفت أنك أنت خائف الله ولم تمسك ابنك وحيدك عنك برافو عليك نجحت في الامتحان اتفضل روح لكن ما قالوش كده أراه كبشا وقدم إبراهيم الكبش عوضا عن ابنه الفدية يعني كأن إسحاق اتفدى الله رتب فداء لإسحاق بس السؤال هو رتب لي أنا كمان فدية رتب لك أنت فدية رتب للمشاهد الكريم فدية نعم مين الفدية اللي تكفي العالم كله مش حمل مش خروف بالزبط. مش كبش لكن كان لازم يجي شخص عظيم يكفي لكل العالم أهو ده الذبح العظيم بكل معنى الكلمة اللي يكفي لملايين البشر كل من يدعو باسم الرب يخلص هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع في تيموثاوس الأولى 2:5 يقول عن المسيح بذل نفسه فدية لأجل الجميع فالكبش فدى إسحاق لكن مين اللي يفدينا كلنا نشكر الله لقيناه وعرفناه وحبناه وغير حياتنا وخلى أبديتنا مضمونة في شخصه بالضبط كده هو مات لأجل الجميع أيوة. كي يعيش الأحياء صحيح الأحياء بقى اللي أخذوا حياة أيوة. من خلال عمل المسيح تمام. حتى يمكن حضرتك أشرت للحادثة الحية النحاسية أيوة. وأعتقد دي واضحة جدا فيها إشارة واضحة جدا 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 للصليب صحيح. لأن احنا اتكلمنا عن الموت والحياة فالإصحاح بيبدأ أنه
قوم كثيرين ماتوا في عدد سفر العدد 21 لكن في الآخر لا يحيى كل ما نظر بدأ الإصحاح بمشهد الموت. قوم كثيرين ماتوا لكن من خلال الحية النحاسية اللي فيها صورة واضحة جدا للصليب نلاقي حياة في آخر الإصحاح. صحيح. وأتمنى النهاردة من إن أحبائنا المشاهدين اللي بيشاهدونا اللي ما كانش اللي مش متأكد إن هو واخد فعلا حياة من الله إن النهاردة يكون فرصة إن الله بالروح القدس يعلن ليك عمل المسيح وعمل الفداء مش بس صليب بترشمه أو صليب بتتبارك بيه أو يعني في المكتب جالي واحد بيعمل عقد بيع وكده فبيقول لي نصلب على العقد علشان يعني ربنا يسهل كده والبركة يعني صليب كبرك أو قبل ما ينام تعويذة أو تعويذ ما هو للأسف بيستعمل عند كثيرين تعويذة وما يعرفوش إن الله بيكره الأمر ده. إحنا بنتبارك بالشخص الذي صلب لأجلنا وأحبنا مش بمجرد عملية معينة تدي بركة البركة بيديها ربنا مش بيديها حركة معينة أيا كانت هذه الحركة وهي يمكن أخي يوسف فيها نصف حقيقة نعم وتملي الشيطان بيستخدم في أساليبه نصف الحقائق عشان يضل يعني ما يديلكش ضلالة كاملة لكن يحط لك فيها جزء من الحق ربما لأنه مثلا الشيطان يدرك أنه ما فيش حاجة تقهر الشيطان غير الصليب فحتى رمز الصليب يعني كفكرة نفسها هي اللي بتقهر الشيطان هي اللي بتبعد الشيطان ففيها جزء شوية من حق لكن فيها نقصة المفهوم الكامل لعمل يا أخ بيتر يعني حضرتك أشرت إلى أن الحية النحاسية بترمز للصليب مش كده للأسف لأن القلب البشري يميل إلى الوثنية فبني إسرائيل عبدوا الحية النحاسية عبدوها كانت النتيجة أن جه ملك تقي اسمه حزقية وسحق حية النحاس لأن بني إسرائيل كانوا يوقدون ويبخرون لها فالله بيكره أن مجده يعطي لآخر أيا ولو كانت الحية النحاسية التي صنعها موسى في البرية موسى رجل الله العظيم واللي كانت سبب لخلاص الملايين إذا أخذت مكان ربنا يبقى ما تستحقش غير أنها تتحرق وتدق ناعم وتتلاشى تماما وده اللي عمله الملك التقي حزقية أمين أمين طيب لو كلمنا دلوقتي عن أسفار موسى الخمسة أعتقد في سفر واضح جدا في منتصف الكتاب مشهد الصليب واضح فيه جدا 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 وده كان قبل المسيح على ما أذكر بألف سنة وهو نعم. سفر المزامير سفر المزامير يا هو في أربع مزامير تتكلم صراحة عن الصليب لكن أكثر من ذلك تشير إليه ولعل أوضح تلك المزامير مزمور 22 واللي فيه في عدد 16 آية صريحة حيرت البعض أنا لا أنسى لما كنت في إذاعة حول العالم وجالي جواب من الجزائر من واحد كان بيسمع البرنامج بتاع حول العالم وبعدين قال لي قريت في مزمور 22 الآية 16 أن داود ثقب يديه ورجليه وبحسب علمنا أن داود لم تثقب يديه ولا رجليه فعن من يقول النبي هذا عن نفسه أم عن واحد آخر قد فرحت بالسؤال وفهمت أن الرجل بيفكر طبعا وده شيء رائع ان ربنا ادانا عقل مش عشان نركنه مش عشان نستلم مسلمات قد تكون خاليه من كل منطق وبنقبلها وما بنناقشهاش الله بيحب ان احنا نعمل عقولنا طالما ما برتقيش فوق الله لكن بشغل العقل والراجل ده شغل العقل وكل واحد بيشغل عقله وبالتضاع بيقول لربنا ارشدني وعلمني ربنا بيرشده الشيء المزعج ان الواحد يقبل موروثات لا تمس كيفما كانت الموروثات ديت تتفق مع المنطق او تتعارض مع المنطق لا تلمس صنمي هذا صنم ما حدش يلمسه ربنا مش عايز كده عاوز الاخلاص واجيله اقول له بالتضاع يا رب اعلن لي نور لي فكرك وكلمه الله هترشد كل مخلص مزمور 22 واحد قال عنه كأن داود كان مشاهد للصليب ويسجل ما حدث هناك رغم أن زي ما حضرتك تفضلت ألف سنة قبل المسيح كتب مزمور 22 ثقبوا يدي ورجلي بالضبط ثقبوا يدي دي طب دي 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 ده بيتكلم عن الصليب ولا مش بس كده كمان تبص تلاقي كلمات الاستهزاء المسجلة في إنجيل متى 27 مذكورة بنصها في مزمور 22 كل الذين يرونني يستهزئون بي
يقولون ويقول لك الكلام اللي هم قالوه في متى 27، كأنه كان شاهد عيان يرى ما حدث في صليب الجلجسة. عشان كده أنا بقول يا أولي الألباب أصغوا، يا أولي الألباب كيف يمكن للتوراة التي بين أيدي اليهود الذين ينكرون المسيح ولا يحبونه وينكرون الصليب تشهد عن المسيح وتشهد عن صليب المسيح وتظن أن هذا أمر ألفه المسيحيين؟ كيف نؤلفه وهو موجود عند أيدي في كتب اليهود الذين يبغضون المسيح والمسيحيين؟ فعلا يا لعمق غنى الله، يا لعمق كلمة الله الحقيقة اللي بين إيدينا. مش ممكن أبدا يكون واحد من البشر ألف الكلام ده أو يكون جمعه، لكن الله منذ الأزل بيعلن للإنسان فكره. صحيح. من البداية وتدرج في الإعلان لحد ما نوصل إلى كمال الإعلان في شخص المسيح. صحيح. فعلا تمام. الله بيحبنا وعشان كده أعطانا كلمة الله. مزبوط. اللي بين إيدينا. مزبوط. عشان كده فعلا كلمة الله لو ما أعطناهاش حق قدرها أو ما شغلناش عقولنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت دلوقتي يعني الإنسان هيقضي أبدية تعيسة بسبب إهمال. نحن الخاسرون. بالضبط. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار؟ يعني قد لا يرفض الإنسان صراحة، لكن الخطورة مجرد الإهمال. بالضبط. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار؟ قد ابتدأ الرب بالتكلم به، مش بس تكلم به، لكن هو الذي صنع الخلاص. المسيح صانع الخلاص العظيم، فخلاص صنعه ابن الله وتكلم به ابن الله، ونحن نهمله بحجة ان احنا ما عندناش وقت وان الموضوع ده يعني احنا طب ده امر خلاص. انت مريض بمرض خطير وعضال وعرفت ان في طبيب بيشفي، هتتأخر ولا يوم ولا ثانية واحدة طالما المرض ممكن يؤدي بك الى الموت. هتترك كل المشاغل واي مواعيد مهمة، هتروح للطبيب لكي تنال الشفاء طالما حياتك تهمك الا اذا كنت عايز تنتحر. وانا بعتقد ان اللي بيرفض المسيح زي ما الكتاب قال كل مبغضية يحبون الموت. بالزبط. بينتحروا. بالزبط. يعني مفهوم الإهمال، يعني احنا هنا في كندا في تورونتو، بس انا فاكر انه في تورونتو ستار اللي هي الصحيفة بتاعتنا كتبت قصة حصلت في مونتريال جنبينا هنا، ان واحدة اسمها ريتا جانييه كانت غنية قوي وبعد كده ليها اولاد واحفاد كتار، ولما ماتت دفنوها وجم وقت ان هم يفتحوا الوصية. البعض حضروا الجنازة، البعض ما كانوا بعاد ما قدروش يحضروا. فلما اتجمعوا كلهم والمحامي بيفتح الوصية فوجئوا بحاجة غريبة قوي. قالت فيها اللي من أولادي وأحفادي didn't care enough أو ما اهتمش إن هو يحضر الجنازة بتاعتي، ما ياخدش من الميراث. فاللي ما حضروش قالوا إحنا طب إحنا عملنا لها إيه غلط؟ إحنا ما شتمناهاش، إحنا ما تفناش على القبر بتاعها، احنا ما شتمناهاش، بس اهملوا ان هم يحضروا إيه. فعاشوا فقرانين. بس يمكن دول عاشوا فقرانين، بس اللي بيهمل انه فعلا يقف قدام صليب المسيح هيقضي أبدية كلها تعيس. مش فقير، مش لاقي نقطه ميه. صح. ارسل لعازر يبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني. هذا الطلب لم يستجاب له، لأن في واحد على الصليب قال أنا عطشان عشان يروينا، وإحنا تجاهلناه. بالضبط. ضاعت علينا أنهار ماء حي. بالضبط. بالضبط. أخي نجيب اشتقنا لترنيمة منك بقى. أنا كنت هقول لك قول تعليق، بس هقول لك بقى قول تعليق بترنيمة. إحنا اتكلمنا عن أسفار موسى الخمسة والمزامير، وقلنا قبل ما ندخل بقى في أشعية وبقية الأسفار النبوية، نفسي كده أسمع ترنيمة حلوة من صوت الأخ نجيب. أمين. سمعنا إيه؟ الترنيمة دي غالية على قلبي قوي. لأني أنا كنت سمعتها، لكن الشخص اللي كل ما يشوفني في الاجتماع يقول لي قول ترنيمتي. قلت له يا عم أنا مش عارف. قال لي أجيب لك كلماتها، وجاب لي كلماتها مكتوبة. الشخص ده يعني كان بعيد عن الرب وعن خلاص المسيح وصليب المسيح سنين طويلة، يمكن 80 سنة. يا سلام. وقبل الرب يسوع مخلص شخص لحياته وعنده 80 سنة. آمين. يا سلام. فبيحب قال دي بتاعتي لأن ده اختباري. كلماتها بتقول ما كان يخطر ببالي
يسوع الحبيب تيجي وتاخد مكاني وتصلب على الصليب. ما كانش يخطر على باله ابدا الحكايه. عقبال كل المشاهدين يا رب كده. امين. امين. ويمكن ما يخطرش على بال المشاهد انه يقبل الرب يسوع مخلص شخص حياته. واتمنى يمكن في حلقه تانية اخي نجيب حد من المشاهدين يقول لك قول لي ترنيمتي اللي رب فتح عينيه على عمل الصليب فيها. امين. ما كان يخطر ببالي يسوع الحبيب تيجي وتاخد مكاني تصلب عالصليب. ما كان يخطر ببالي يسوع الحبيب تيجي وتاخد مكاني تصلب عالصليب. ده الذنب يا رب ذنبي وانا اللي اخطيت، والجرم يا رب جرمي انت اللي حبيت. اعظم نعمتك واعطي المجد لك، ده الشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك. اعظم نعمتك واعطي المجد لك، ده الشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك. ايه اللي شفته فيا من حسن ومن جمال، حتى تنظر الي حبك فاق الخيال. ايه اللي شفته فيا من حسن ومن جمال، حتى تنظر الي حبك فاق الخيال. وانا ضربة طارية ما في اي صلاح، من راسي لرجلي ما في اي فلاح. اعظم نعمتك واعطي المجد لك، ده الشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك. اعظم نعمتك واعطي المجد لك، ده الشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك. امين امين. ايه اللي شفته فيا من حسن ومن جمال. امين. لكن هو شاف فينا لؤلؤة غالية كثيرة الثمن، ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. ايه اللي شفته فيا من حسن ومن جمال، حتى تنظر الي حبك فاق الخيال. وانا ضربة طارية ما في اي صلاح، من راسي لرجلي ما في اي فلاح. اعظم نعمتك واعطي المجد لك، ده الشكر يا ربي لك والحمد يا ربي لك. امين امين امين. مبارك اسم رب. مبارك رب. باركك يا رب. ويباركك يا اخي بيتر. طب اخ يوسف، احنا اتكلمنا عن تدرج الاعلان الالهي في اسفار موسى الخمسه، واتكلمنا عن سفر المزامير. انا عارف الموضوع ده سؤال كبير، لكن لو بعجاله نعدي على الاسفار النبويه اللي اتكلمت بصوره واضحه جدا 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 عن فكر الصليب. يمكن اكتر واحد واضح قوي اتكلم عن الصليب اشعياء، وعشان كده بيسموه النبي الانجيلي، وبيسموا سفره الانجيل الخامس. لانه اتكلم كلام في منتهى القوه والوضوح. مثلا اشعياء 53 ده اصحاح رائع. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اثم جميعنا. حتى ان الوزير قال
هو النبي بيتكلم عن نفسه ولا عن واحد تاني؟ وفي لبس المبشر في أعمال أصح 8 شرح للوزير بدأ من هذا الكتاب وبشره بيسوع اللي اتظلم واللي كشات تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها، اللي ما عملش خطية لم يكن في فمه مكر، اللي جعلوا مع الأشرار قبره لكن مع غني عند موته، اللي سر الله أن يسحقه بالحزن. ده كل ده نلاقي في إشعياء 53. لو رحنا مثلا ميخا، نبوة ميخا بتتكلم عن مولود بيت لحم اللي هو المسيح، اللي لما جن مجوس يسألهم فين يولد المسيح طلعوا لهم الآية ديت، المسيح يولد في بيت لحم. في نفس الآية يقول يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده، ده حصل حرفيا في المحاكمة. نبوة زكريا بتتكلم عن بيع المسيح ب30 من الفضة، بتتكلم عن الحرب اللي في الجنب لما بيقول كده سينظرون إلي الذي طعنوه، بتتكلم عن الآلام اللي احتملها المسيح. في الحقيقة في حوالي 24 نبوة تمت في 24 ساعة بتاعت المسيح، أكتر من 24 نبوة، يعني حوالي 30 نبوة في 24 ساعة بس بتاعت الصليب كلها تمت حرفيا في المسيح. من الأسفار النبوية مثلا زكريا أصحاح 13 بيقول اضرب الراعي فتتشتت الغنم، وده المسيح قال لتلاميذه كلكم هتشكوا فيا في هذه الليلة لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتشتت الغنم. الكلام ده تم حرفيا زي ما قلت لحضرتك أكتر من 24 نبوة في 24 ساعة تمت بكل دقة في المسيح الذي صلب. أمين. غريب قوي اخي نجيب، يعني شايف الـ الـ الله من الـ من زي ما بيقولوا من دي وان، زي ما قال الاخ يوسف من تكوين 3 عمال بيكلمنا عن الصليب، كلمنا عن الصليب عن الصليب عن الصليب، ويجي البعض يقول لك ده الصليب ده 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 ده, ده حاجه اخترعوها المسيحيين او بدعه، مع انه يعني اصغر طفل لو ارى كلمه الله في العهد هيقدر يشوف فيها الصليب. وبعدين هنخترعها ليه يا اخ بيتر؟ يعني هي حاجه حلوه لما حبيبي وسيدي لما يموت هذه الميتة البشعه، يعني دي حاجه كانت تبسط يوحنا وتبسط بطرس عشان يالفوها، ولا دي حاجه صلت فعلا لدرجه انهم دفعوا حياتهم علشان يشهدوا عن المصلوب الذي قام؟ يعني ياما تعرضوا للبهدله كان ممكن يتفادوا ده كله لو ما شهدوش عن المسيح. فايه الحلو اللي فيه اني انا أألف ان المسيح بصق على وجهه؟ وبعدين النبوة في إشعياء 50 وجهي لم أسطر عن العار والبصر، يعني في نبوة واللي شافوا قالوا حصل. وبعدين يعني أين المنطق اني أألف حاجة تسيء إلى سيدي بالظبط؟ يعني أنا أمجده أقول حاجة ما حصلتش لي وأألفها زي ما بيحصل من بعض بالزبط. الناس بالزبط. لكن الصليب طب ايه اللي فيه يتالف يعني؟ لكن ما حصل بالظبط. وبتكلم كمان ان هو واضح يعني لاي حد حابب انه يفهم كلمه الله حتى لو كان بسيط. حتى طبعا اقول لك حاجه يا اخي يوسف، صدقني يا اخي نجيب، انا فاكر ابني ديفيد، هو دلوقتي عمره 16 سنه، كان عمره وقتها 8 9 سنين، فقاعدين نقرا عن نبي الله رجل الله يشوع اللي رمى الفأس في إليشع، عفوا إليشع رجل الله اللي رمى الفأس في المية، وبعدين جاب عود وحط العود في المية فطلعت الفأس. فبسأله تشوف ايه في كده؟ ده طفل عمره 8 سنين او 9 سنين. قال لي انا شايف ان احنا عمالين زي الفأس الحديد غرقنا، ورب يسوع بالصليب لما قام اجذب الي الجميع. الله ده فصيح زي لايك فادر لايك فادر. طب انا بقول ده واحد عنده 8 سنين 9 سنين ازاي يقدر يعني في اليشا حادثه اليشا يشوف فيها عمل الصليب؟ فانا اقول انه اي انسان بسيط هيقدر فعلا يشوف. انت قلت كلمه مهمه اخ بيتر، يحب. في ناس مش حابه بالظبط، في ناس ما عندهاش الاخلاص. أتمنى من قلبي إن كل المشاهدين ما يكونوش من النوع ده،
لأنه في النهاية هيأذي مين؟ الرب قال لشاول صعب عليك أن ترفص مناخس، أنت بتأذي روحك يا حبيبي، طب أنت هترفض المصلوب من حقك، لكن مين الخاسر في النهاية؟ عندما تجد أن ما فيش حد فداك وأنت هتدفع البنالتي بتاع خطاياك اللي هي الموت، وتلاقي واحد زيك عاش في الخطية لكنه في التاب وبعدين قبل المسيح المخلص وتخلص وتحرر من كل خطية وعبودية. بالظبط. عارف ليه يا أخي يوسف؟ صدقني الإنجيل بيفسر نفسه بنفسه. أنا كتير بستغرب إزاي إنه يعني الناس تسيب كلمة الله الحية اللي واضحة اللي فيها تسلسل إعلان الله اللي واضح إن اللي كاتبها من آلاف السنين جالس على كرة الأرض مثلا، إزاي الإعلان الإلهي عن الصليب كل النبوات دي اللي اتحققت في شخص المسيح ويرفض المسيح في الآخر. أقدر أقول حاجة واحدة بس، أحب الناس الظلمة أكثر من النور، ملهاش حل تاني. لا. أحب الناس الظلمة أكثر من النور. أنا مش فاهم إزاي ليه؟ كملها. لأن أعمالهم كانت شريرة. بالظبط ده السبب. أنت عارف الحكاية بتاعت مودي؟ لا. اللي كان واحد حضر الاجتماع وبعدين بيقول له أنا مش مصدق الكتاب المقدس بتاعك ده. ليه يا حبيبي؟ قال مين مرات قايين اسمها إيه؟ قال له هي دي اللي خليتك ترفض الكتاب المقدس عشان مرات قايين؟ قال له أيوه، لما جاوبتليش على السؤال ده يبقى الكتاب المقدس بتاعك ده مش مظبوط. المهم ما عرفش يرد عليه مودي وقال له أنت كده يعني بتعطل نفسك. عدت سنين وتقابل معاه بس وشه منور، وبعدين قال له مستر مودي أنت مش فاكرني؟ قال له لا مش فاكرك. قال له مش فاكر واحد سألك على مرات قايين؟ قال له أوه افتكرتك، تبان عليك أمنت. قال له أمنت. قال له طب بقى قول لي بقى مين مرات قايين بقى طالما أنت أمنت أكيد عرفت. قال له الحقيقة ما كانتش مرات قايين المشكلة، كانت مرات جاري. أنا بدل ما أقول إن أنا عايش في الخطية أقول إن الكتاب المقدس غلط. بالظبط. أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. طب أنا بعمل الخطية، عايز النور ولا عايز الظلمة؟ لا ضف الأنوار وخلي الحكاية مسطورة عشان خاطر أعيش براحتي في الظلمة. بالظبط. بس لما يجي ربنا ويطلع المستخبي للنور هيروح الإنسان فين؟ بس المشكلة إن وقتها بقى مفيش، للأسف وقتها مفيش رجوع. خلصت. انتهت الفرصة. انتهت. طب أخي يوسف احنا كده اتكلمنا عن أسفار موسى الخمسة، اتكلمنا عن مزامير، اتكلمنا في عجالة على بعض الأسفار النبوية اللي اتكلمت بصورة واضحة عن صليب المسيح وموت المسيح. رب يسوع نفسه يعني حتى في حديثه مع التلاميذ كان يعلم، يسوع وهو عالم كان يعلم ان هو لهذا جاء، ما كانش حادث عرضي في حياته او فوجئ به، لكن يعني واضح من الكتاب المقدس انه جه لهذا الغرض. فلو تكلمنا برضو عن في الرب يسوع في حديثه مع التلاميذ ازاي كان الصليب واضح قدامه. أيوة. لهذا جاء ولهذا الغرض اتى. بالظبط. يعني زي ما حضرتك قلت اظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، يبقى ده غرض مجيئه، جاي علشان يقدم ذبيحة. وعشان كده يوحنا المعمدان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وما فيش حمل يرفع خطية العالم بدون ذبح. بالظبط. فهو الذي سيذبح. أول إشارة واضحة عن الصليب قالها في يوحنا 3:14 الآية اللي قلناها من شوية، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. لكن بالإضافة إلى ذلك المسيح مثلا في متى 16 من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. يبقى الرب عارف وبيقول الكلام ده لتلاميذه بدري من أصحاح 16 من إنجيل متى. كررها مرة تاني في أصحاح 17 يقول لنا في عدد 22 وفيما هو يتردد في الجليل قال لهم يسوع إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. مرة كمان في متى 20 بس أشار لأول مرة إلى الصليب بحصر اللفظ في متى 20، وإحنا عارفين أن الصليب تم في متى 27، فبدري كان بيقول الكلام ده. وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ 12 تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم
إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، دي حاجة جديدة ما قالهاش قبل كده، لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، بحصر اللفظ في متى 20:19. وفي اليوم الثالث يقوم، يعني تكلم عن موته مصلوبا وتكلم أيضا عن قيامته، كل الكلام ده قبل الصليب بوقت مش قليل. في يوحنا 12 اتكلم صراحة عن الصليب لما قال وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، قال هذا مشيرا مش إلى ارتفاعه عن يمين الله، قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. فلما ارتفع المسيح، هو طبعا ارتفع إلى السماء، لكن قبل ما ارتفع إلى السماء اللي كان بيقصده في يوحنا 12 مش رافعك إلى السماء لكن رافعك على الصليب، فابن الإنسان سوف يرتفع، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع، قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. حتى في كل أحاديث المسيح، حتى لما اتكلم بطرس قال له حاشاك يا رب، قال له ابعد عني يا شيطان، مصر على الصليب، أصل مجد الله كده وهو جاي عشان يمجد الله. مجد الله لن يتحقق بدون الكفارة، والكفارة لن تتم بحياة المسيح، الكفارة عايزة موت المسيح وسفك دم المسيح. أخ نجيب، أنا عارف أنك عامل سي دي كله ترانيم عن الصليب، صح؟ ومن ضمن الترانيم الحلوة قوي 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 بتوصف مشهد الرب على عود الصليب وأنا وسط اللهيب لم أجد حبيب، وده كله من أجلكم. أمين. نفسي أسمع الترنيمة دي منك. يا ريت أحبائنا المشاهدين وإنت بتسمع كلمات الترنيمة دي، الترنيمة دي كانت سبب بركة الناس كثيرين، زي ما سمعنا من خادم الرب الأخ يوسف كانوا مخلصين. لو إنت فعلا بإخلاص تستخدم أو تشغل عقلك اللي ربنا ادهولك وتيجي للرب وتقول له يا رب أنا مش فاهم، أنا مش عارف، نورني وفهمني، هيفهمك. أمين.
حبيب. أنا الديان مت حكم فيا الإنسان وده كله من أجلكم على عود الصليب وأنا لم أجد حبيب لم أجد حبيب لم أجد حبيب لم أجد حبيب. أمين أمين أمين. بارك رب على عود الصليب لم أجد حبيب وأنا وسط اللهيب. نعم. طيب أخ يوسف لو افترضنا أو مش افترضنا فهمنا أنه في فكرة الله من الأزل أنه يكون في ذبيحة وكفارة وأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة وزي ما حضرتك تفضلت وأشرت أن من بداية الإنجيل الله بيشرح لنا فكره وقصده وغرضه من الأزل أنه لابد من الفدية. فإذا كان لابد من الفدية وإذا افترضنا أن الفدية لازم تكون أكبر من كل البشر وإذا افترضنا أن الله كان ينبغي أن يموت فكان ليه يموت بس ليه ما كانش فيه طريقة تانية زي مثلا زي الرجم أو زي السيف أو أي وسيلة تانية غير الوسيلة المشينة الصعبة اللي زي ما سمعنا من الأخ نجيب وسط اللهيب مهان مكروه النفس صح. يعني كل واحد يشوفه يغطي وشه لأن مش قادر صحيح. يشوف هذا المنظر الرهيب كان لازم الصليب. هو كمان البعض بيقول من غير رج من غير سيف مش هو أجرة الخطية يموت يموت على فرشته يموت مكرم معزز مثلا يعني موته اهي. في الحقيقة في عدة أسباب مش هقولها كلهم لكن هقول بعضهم. أول شيء الله قصد أنه قبل ما يقدم الدواء يكشف المرض. المرض رديء للغاية. يقول عنه مرنم خبثاء القلب كنا مستحقين الغضب. إيه خبثاء القلب؟ مش بنشوف الخباثة والشر في أن واحد يحط حزام ناسف ويفجر نفسه ويقتل ناس أبرياء. لا ده في اكتر من كده خبث وشر ان واحد لم يعمل الا كل صلاح اصر البشر اصرارا جازما انه يتصلب ابشع ميته. فالله اراد انه قبل ما يقدم الدواء اللي هو موته يوري قد ايه احنا كنا بشعين قد ايه كنا أردية قد ايه ممكن نكره اللي حبنا قد ايه ممكن نكره الصلاح والفضيله. مش بس ما بنعملش الصلاح والفضيلة بنكره الصلاح والفضيلة. فأراد الله إنه الصليب يبين حاجتين بين قد إيه إحنا أشرار وقد إيه ربنا محبة أو خلينا أقولها بطريقة كتابية قد إيه إحنا أبغضنا بلا سبب. أكثر من شعر رأس الكتاب يقول كده الذين أبغضوني بلا سبب ده كلام المسيح وهو حبنا بلا سبب. أنا أشفي ارتدادهم أحبهم فضل. فلما مات كان بيبين الحب الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاط مات المسيح لأجلنا. إذن بيّن الحب وإحنا بينا الكره. حاجة تانية إن أي ميتة أخرى زي ما أشرت الرجم أو قطع السيف هتبقى الإنسان هو اللي أخذ نفس المسيح منه. والمسيح قال في يوحنا 10 17 و 18
ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أيضا أن أخذها. هذه الوصية قبلتها من أبي. لو أي طريقة تموت تاني رجم أو قطع بالرأس بالسيف زي ما عملوا مع يوحنا المعمدان مثلا، كان يبقى هم اللي أخذوا حياته منه، والمسيح قال لا أنا اللي هحطها بإرادتي. عشان كده تعلق على الصليب، والصليب قصد اليهود إنها ميتة بشعة، لأنها تطيل حد العذاب بطريقة غير محتملة، توصل الإنسان إلى حافة الموت ولا تمتعه بمزية الموت، يفضل بيدوء الموت، بيموت لمدة ساعات وأيام. لكن المسيح بعد 6 ساعات كان أكمل العمل، فصرخ بصوت عظيم، مما يدل على أن قواه كانت حاضرة، مش نفذت قواه وطلع النفس الأخير، لا، صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح. كلمة أسلم الروح دي ما تعديش، لأنه أسلمها بمطلق سلطانه، مع أن الحكيم في سفر الجامعة 8 بيقول ليس للإنسان سلطان على الروح، لكن المسيح مش مجرد إنسان، فكان له السلطان على الروح. حاجة ثالثة هو أن المسيح في اليوم ده شال حاجتين، شال حمل إكليل الشوك وحمل الصليب. يقول لنا في يوحنا 19 فخرج يسوع وهو حامل إكليل الشوك، وبعديها في نفس الأصحاح خرج يسوع وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له جلجسة. الشوك والصليب دول لعنتين معروفين في العهد القديم، الشوك لعنة الخطية والصليب لعنة الناموس، وكأن المسيح افتدانا من لعنة الخطية اللي هي ممثلة في الشوك عندما حط الشوك على الراس القدوس الجبين الطاهر، الجبين اللي بيقول عنه المرنم فاق سنا النبلي، إكليله مطفور بالشوك من أجلي، يدمى به جبين فاق سنا النبلي، وضعته أيد أثيمة للعار، تاجا لرأس الفادي رب السماء البر. لكن كمان شال الصليب اللي هو لعنة الناموس، المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب. وأنا يعني مش عايز أسترسل لأنه في كلام تاني كتير، لكن أتوقف وأقول ألا يستحق اللي فداني من لعنة الخطية واللي فداني من لعنة الناموس إني أحبه؟ وإذا كنت مش هحب المسيح في الحقيقة، أنا لما بحبه مش بعمل له حاجة من عندي، بتفضل عليه. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. أنا لم أتفضل على سيدي بشيء أبدا عندما أحببته، ولا تفضلت عليه لما أديته حياتي أبدا، لأنه هو أداني حياته العظيمة وأنا بديله حياة هزيلة حقيرة فقيرة ملاش قيمة. من غيره عمري ضياع في ضياع ولا يسوى، لكن هو يسوى قد إيه أنا ما أقدرش أعرف يسوى قد إيه الخالق. أو زي ما كان بيقول الأخ الحبيب نجيب، أنا الديان مت مهان، يعني الديان اللي كل البشر أرادوا أو لم يريدوا حيقفوا قدامه وحيدنهم، وأم الخطايا يقول كده في يوحنا 16 وأما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. فأم الخطايا أن أرفض اللي مات علشان. عشان كده أنا بحضر المشاهد اللي واقف موقف، بلاش أقول اللي بيكره الصليب، لا هقول اللي واقف موقف الحياة، خطر الحياة في الحتة دي ما ينفعش. وكمان بقول للمؤمن مش كتير انك تديله حياتك، مش كتير انك تحبه بصح بحق، لانه حبنا فداني من اللعنة، شال عني اللعنة، هو صار لعنة لأجلي اذا ما حبوش وعيش له. واذا حبيته وعشت له انا عملت يعني حاجة يعني اشكر عليها، ولا هو ده اقل حاجة مفروض اني اعملها؟ هو مات لأجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات لأجله فأحيا لا أنا بل المسيح. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل صحيح. المسيح يحيا في فعلا. ما أعجب فكر الله العظيم والتدرج الإلهي في إعلان فكر الفدية. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت كان لازم أن الموتة تكون موتة الصليب عشان تبان فيها فعلا أن الله شال عننا لعنة الخطية ولعنة الناموس. والغريب كمان يا اخي يوسف انك تلاقي انه الخطيه دخلت عن طريق الشجره اللي في نص الجنه، والخلاص جه عن طريق الشجره
او يعني الخطيه دخلت عن طريق the middle tree of the garden, والخلاص جاء عن طريق the middle tree of Calvary. yes. الشجره اللي في نص الجنه جت منها الخطيه او كانت سبب لدخول الخطيه, لكن جاء الخلاص عن طريق الشجره ايضا اللي في وسط الجلجوسة. وده ياخدني الفكره كان قالها واحد من الاحبه, قال الشيطان غرس في قلب الانسان ان الله ما بيحبوش بدليل انه حرمه من الشجره اللي في وسط الجنه. قال له لو كان بيحبكم كان اكلكم منها. الى هذه الدرجه الشيطان شوه صوره الله في نظرنا. لكن نشكر الله المسيح جه ووضح الصوره. لا ده الله بيحبكم مش يديكم شجره, لكن لكي لا يهلك كل من يؤداكم ابنه الوحيد. بالظبط. وواحد قال انا لما كنت صغير كنت اتزنق في مدرسه الاحد يقولوا لي قول ايه واتلخبط, وبعدين اصغر ايه اسهل ايه الله محبه, وبعدين قال لما كبرت ابتديت اتزنق زنقات اكبر وما بقتش حاجه تخلصني من الورطه غير الله محبه. يجي الشيطان يقول لي ما بيحبكش ده سامح لك بالمرض, ما بيحبكش ده سامح لك انك مش عارف تجرى لك ايه, اخده على الصليب بقول له شايف ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي, ابعد يا شيطان ده المسيح حبني ومات لاجلي. امين. فالله محب. امين امين. طب هنا اخ يوسف, يعني ممكن في بعض في اشكاليه معينه بيهاجم بيها الكثير من المسيحيين وبيستغلها اعداء المسيح كتير قوي قوي قوي. حضرتك تفضلت دلوقتي قلت اسلم الروح. ايوه. ونقول ان المسيح هو الله. فالسؤال الكبير اللي كتير بنتسأله وكتير من المسيحيين بيتسألوه, بيقولوا انه مكتوب ان او معروف ان الله لا يموت, وحتى في الانجيل له وحده عدم الموت. يعني لله وحده عدم الموت. طب ازاي يا مسيحيين بتقولوا ان اللي مات هو الله, ما ان الله لا يموت وله وحده عدم الموت, واذا كان الله مات على الصليب فمين اللي بيحكم, مين اللي بيدير الكون وقتها؟ يعني ما المسيح مات والمسيح هو الله, واذا كان الله مات ازاي الله يموت؟ هل الله يموت؟ الله لا يموت. طب ازاي الله مات؟ يعني هقول حته صعبه بعض الناس بتستهزأ بها, بس يعني هو مش فاهم. فارجو انه بس يعني يكون مخلصا ويفهم اللي بنقوله. الله لم يمت لان الله زي ما قلت الآية الواضحة له وحده عدم الموت, ولكن الذي مات هو الله. ازاي بقى؟ أواضح. لماذا كان التجسد؟ إذا كان الله ممكن إنه يموت كلاهوت فما لزوم التجسد من الأساس؟ مظبوط. ما كان خلص المسألة وهو في السماء ويبعت لنا نبي يقول لنا الله قام بالواجب ودفع الفدية. لا, الله لا يموت, لأجل ذلك تجسد ابن الله ليكون جسد. شوف يقول ايه مثلا في عبرانيين 2:14, اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما. في اللحم والدم, مع ان هو الله اللي مالوش لا لحم ولا دم. ليه؟ لكي يبيد بالموت, لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. فالمسيح جاي علشان يموت فدية عنا. الله في لاهوت لا يموت, لأجل ذلك ابن الله الكلمة صار جسدا, اتخذ لنفسه جسدا علشان خاطر بهذا الجسد يمضي إلى الصليب لكي يقوم بعمل الفداء عندما يموت نيابة عنا. يبقى إذن الذي مات هو المسيح مش الآب. طبعا ما ماتش الآب طبعاً, ولا الروح القدس ما ماتش, ولا المسيح في لاهوته برضو ما ماتش, لكن المسيح في ناسوته. على أن هذا الذي مات لم يكن مجرد إنسان. أمال كان إيه يعني أكتر من إنسان؟ لا, هو الله الذي فيه كل ملء اللاهوت سر أن يحل. يبقى المسيح هذا مش مجرد إنسان. التعبير البسيط اللي بيقولوه معظم المسيحيين إن لاهوته لم يفارق ناسوته لا لحظة ولا طرفة عين. بالضبط كده. فلاهوت المسيح لم يفارق ناسوته, فلما كان على الصليب ما كانش مجرد إنسان زي وزيك, لكن كان كل ملء اللاهوت يحل في هذا الإنسان الذي قبل أن يموت. ولما مات كانت كفارته تكفي مش واحد, لو كان إنسان بس كان موته يكفر عن واحد, لكن لأنه إنسان إلهي أو لأن كل ملء اللاهوت حل في الإنسان واللي مات هو الإنسان, عندئذ كفارته
تكفي الملايين والبلايين، أقول تكفي العالم كله لو العالم أتى تائبا مؤمنا مضطرا. أمين. ده توضيح رائع قوي 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 يا أخي يوسف. هل دي يمكن ليها علاقة بأنه الآية اللي ذكرها الكتاب مماتا في الجسد لكن محيا في الروح، ولا دي شيء مختلف؟ يعني being put to death in the flesh but quickened by the spirit. هل دي البعض بيعتبر ان السبيريت هنا كابيتال اس اللي هو الروح القدس، الروح القدس احيا فمماتا في الجسد، جسده مات والروح القدس اقامه، لانه بيقول الذي ذهب فيه اي في الروح القدس ايام زمان لما كان نوح عايش على الارض فكرز للارواح التي هي الان في السجن عندما كانت على الارض تعصى ولا تقبل كرازة نوح. امين امين. احنا للاسف الوقت الحلو بيجري بسرعه واحنا فاضل لنا حوالي 12 دقيقه على برنامجنا، بس طبعا مش ممكن يعني ننهي البرنامج من غير قبل ما الاخ يوسف يقول لنا كلمه ختاميه، من غير ما نسمع ترنيمه حلوه من الاخ نجيب تفكرنا بالايام الحلوه اللي كنا بنسمع فيها ترنيمه الاخ نجيب. تحب تسمعنا يا اخ نجيب؟ انا لان عارف في الاراميه مشاهدين الاراميه في كتير عراقيين صح، وفي من الاردن والبدو من الكرك ومن الدول، وبعدين احنا من الصعيد يعني احنا صعيد فاللهجه الاصول يعني وبما اني احنا بنتحدث عن صليب ربنا يسوع المسيح وموضوع الصليب ففي عدد حلو قوي من ترنيمه باللهجه البدويه الاردنيه بيتكلم بيقول ويا مدرجا بالدماء يسوعنا يا زين، مدرجا اي ملطخا بالدماء، لغه عربيه فصحى، ويا مدرجا بالدماء يسوعنا يا زين يلي صليبك عفى عن شينا الافعال، يعني الافعال المشينه يلي بحبك ابيت الا تزيح الشين، يعني بحبه رفض رفض بات ايه الا انه يزيح العار، الا بحبك ابيت الا تزيح الشين. فانا بادعو المشاهدين ان كنت انت رافض المسيح، الاخ يوسف قدم دعوه للي وحضرتك برضو ذكرت للي متهاون ودي مصيبه كبرى، وكمان للي فعلا مؤمن وبيحب المسيح وان يعيش العمر الباقي مكرس للمسيح. لكن انا الرب شاغلني ان انا اقدم دعوه لشخص بيشاهدنا دلوقتي وهو مش بس يعني مستهين ولا لا، ده مستهزئ، مستهزئ بصليب المسيح ويسخر منه. ان كنت تسخر من صليب المسيح اؤكد ليك، مش انا اللي بقول لكن كلمه الرب الانجيل في الايه اللي حضرتك يا اخ بيتر ذكرتها اول ما قعدنا، كورنثس الاولى اصحاح الاول عدد 18، اؤكد ليك ان كنت انت من المستهزئين بصليب المسيح، تقول الايه زي ما مكتوبه فان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، جهل يعني انت تجهله تماما ولا تؤمن به وايضا تستهزي به. اؤكد لك انت هالك 100%، مش لان انا قاعد مكان ربنا وبقول ده هالك وده مش هالك، لان ربنا هو اللي قال في كلمته الهالكين الذي يجهل معنى يستهزئ بالصليب. يمكن اخ يوسف في ايه في سفر الامثال اصحاح 14 يستهزئون بالاسم، يعني كان ايه الخطيه وايه الاسم وليه يموت المسيح بيستهزئ بالصليب، مش ده بيستهزئ امر خطير مش كده؟ امر خطير. فالترنيمه اللي جايه بتقول يا مدرجا بالدماء يسوعنا يا زين يلي صليبك عفى عن شينا لفعاله لفعاله. فاكر الاخ يوسف لما كان بيتكلم عن الراجل اللي جاي يسال عن مرات قايين؟ اصل ما كانتش دي مشكلته ان هو مش عارف مين كانت مرات قايين، لكن كانت مشكلته مرات جاره. انت مش مشكلتك الصليب ولا المسيح مات وما ماتش، لا مشكلتك انت تستهزئ بالاثم ومش شاعر باثمك وبخطاياك
لكن الرب بيحبك. نعم. ورتب ليك هذه الفرصة. أمين. تعال واسمع هذه الترنيمة، ولا يمكن هتفرح إلا لما تقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك. مفيش طريق تاني للنجاة من الهلاك الأبدي اللي بينتظرك مؤكدا إلا عن طريق المخلص اللي مات من أجل كل العالم، لكن فقط ينجو من الهلاك كل من يقبله رب ومخلص لحياته. أمين. ويا يا فرحتي بالحبيب، يا فرحتين اثنين، يا فرحة بالنجاة من ثقل الأحمال، والثانية يا الربع بسداد الدين، دين الإثم والخطايا. طاب الهنا والفرح والقلب غنالا، يسوع شال عني كل الأحمال. ويا مضر جنب الدماء يسوع أنا يا زين، ويا مضر جنب الدماء يسوع أنا يا زين، يلي صليبك عفا عن شين الفعالة، يلي بحبك أبيت إلا تزيح الشين، وتطهرن القلب من كثرة لوحالة. أمين. 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 يسلم تمك يا أخي نجيب. ربي يبارك. طيب إحنا معنا تقريبا خمس أو ست دقايق من وقت البرنامج أخي يوسف، بس نفسي زي ما قلنا في بداية الحلقة، اللي بيفرق بين شخص يقضي الأبدية سعيدة مع المسيح في أبدية لا نهاية لها في فرح وسعادة أبدية، وفرق تاني بين شخص هيقضي الأبدية كلها اللي ملهاش نهاية في تعاسة، هو مدى إدراكه لبعد الكلمة اللي من ست حروف الصليب، موقفه من الصليب. موقفه يعني من الصليب. صحيح. ويمكن الرب يسوع أشار في إنجيل يوحنا انه الصليب كان للدينونه، يعني او ارتبط بمفهوم انه لهذا جاء عشان في دينونه للي مش هيقبل. لدينونه اتيت الى هذا العالم. بالضبط. فنفسي في الخمس دقائق حضرتك توجه كلمه لاحبائنا المشاهدين اللي نفسي النهارده ربنا يفتح عينيه على عمل الصليب. وزي ما قلت في بدايه الحلقه، لو ربنا فتح عينين حد مره واحده، مره واحده بس، على العمل اللي عمله المسيح ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، في كل مرة هيفتح فيها كلمة الله أو هيقعد مع الله هيشوف فيها عمل الصليب. هي الآية دي بتاعت يوحنا 12 مش معناها أن الرب في الصليب أصدر يعني نفذ الحكم بالدينونة على العالم، لأن واضح أن العالم لغاية دلوقتي متمتع بفترة سماح غير حاسب. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم مؤقتا، لغاية لما يثبت رفضه عندئذ سيقف أمام العرش العظيم ويدان. لكن اتفضحت سمات العالم، العالم المعادي، العالم الذي لا ينتظر منه صراحة، الإنسان اللي مش ساكن فيه أي في جسده شيء صالح. فعلا جميلة الترتيلة اللي قالها أخونا نجيب، اللي هو ربنا بيخلصنا من الأوحال. احنا كنا في أوحال في دنس، والحقيقة لم يخلصنا المسيح من الأوحال إلا لما هو له كل المجد نزل إلى الأوحال. مزمور 69 احنا كنا بنتكلم عن المسيح في المزامير، يقول خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر. الحمأة دي هي المية الملوثة، مياه المجاري القذرة العفنة. في هذه الحمأة المسيح لم يفعل خطية، المسيح قدوس طهور، لكن أنا عملت كتير والمشاهد عمل كتير، والمسيح جه شال الخطايا علشان يحررني منها. عشان كده
هي مناسبة رائعة ربنا سمح ورتبها علشان كل واحد من المشاهدين الأعزاء يتقابل مع المسيح النهاردة. وإذا ما حصلش ده في آية أنا يعني تكررت 7 مرات في العهد الجديد وهي خطيرة جدا، لما بيقول هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. لماذا صرير الأسنان؟ لماذا البكاء على الفرصة اللي ضاعت؟ النهاردة والأخ نجيب بيرتل والأخ نجيب بيدعو، ممكن ترفع قلبك وتقول يا رب أنا خاطي فعلا، هم الأخ دول ما عرفوش حاجة عني بس أنت تعرف كل شيء عني وتعرف شين الأفعال، الأفعال المشينة اللي عملتها اللي يمكن أقرب اللي ليك ما عندوش خبر عنها، لكن الله عارف كل اللي أنت عملته. لذلك أنا أدعوك أتوسل إليك أنك تتصالح مع المسيح النهاردة، تحط إيدك في إيده. الصليب ما كانش للملائكة، لما أخطأوا الملائكة ما عمل لهمش خلاص، لكن لما تولد المسيح الملائكة نفسها قالت ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. وما خلصناش بالمعجزات ولا بالمواعظ، خلصنا بأنه تعلق على الصليب لأجلنا. عشان كده آية رائعة في إشعياء 45:22، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر. الله أعظم سلطة في الكون، بينادي لأعظم تجمع في الكون جميع أقاصي الأرض أن يحصل على أعظم بركة في الكون. اخلصوا بأبسط وسيلة، التفتوا. ألا تلبي النداء؟ ألا تأتي إلى الرب مقرا بذنبك الأثيم العظيم وتقول له يا رب شين الأفعال دي حقيقي، أنا كان عندي أفعال كتيرة أخجل من أن أذكرها، لكن لو جيت للمسيح لا أعود أذكر خطاياكم ولا تعدياتكم فيما بعد. هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف، ألا تأتي؟ ألا تلبي النداء؟ هذا ما أصلي من قلبي إن ربنا يمتعك به. وإن كنت لم أراك ولا أعرفك الله يعرفك والله ينادي عليك باسمك، رد عليه. أمين أمين أمين. شكرا كتير قوي يا أخ يوسف على الفرصة الرائعة دي، وشكرا ليك يا أخي نجيب على الفرصة الرائعة. فعلا أنا بشكر ربي جدا من أجل فرصة وجودكم معنا والبركة اللي حسيناها ولمسناها فعلا من خلال هذا اللقاء. حبائي بشكركم جدا لمتابعتكم، ولكن أرجو من رب في نهاية البرنامج أن الكلام الرائع اللي سمعناه من الأخ يوسف واللي سمعناه من الأخ نجيب ما يكونش مجرد كلام أو معلومات تضيفها على محصول معلوماتك اللي بتعرفه عن الصليب، وأن كلمة الصليب بالنسبة ليك تكون تدرك بيها قوة الله، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لكن أنا بحذرك برضو أنه لو دست ابن الله ولو دست على الدم اللي اتسفك على الصليب هيكون العقاب رهيب جدا. لكن النهاردة لو زي ما سمعنا من أخي يوسف من أخي نجيب، لو جيت للرب بتوبة صادقة قلت له يا رب اقبلني، أنا بشكرك على عمل الصليب اللي انت بيه مت عشان تكون بديل عني، وأنا النهاردة بدي لك حياتي، انت مت لأجلي أنا هدي لك حياتي النهاردة. بحب أذكر حضراتكم أحبائي في نهاية الحلقة بحاجتين. بكرة بنعمة الرب على نفس القناة على قناة الأرامية هيكون معنا مرة تاني الأخ يوسف رياض والأخ نجيب لبيب الساعة 6 بتوقيت نيويورك، الساعة 6 بكرة بنعمة الرب عندنا حلقة لايف على الهواء مباشرة مع الأخ يوسف رياض والأخ نجيب لبيب. كمان بحب أفكركم إذا كنت عايش في منطقة تورونتو وضواحيها، فأنا بفكركم إن في فرصة للطبيب العظيم وهيكون معنا لأول مرة الأخ يوسف رياض ومعنا الأخ نجيب لبيب يوم الجمعة والسبت والحد الساعة 7:30. انتوا هتشوفوا الإعلان ده بعد الحلقة، ولو تحب تاخد مزيد من المعلومات تقدر تزور الموقع الإلكتروني بتاعنا www.thegreatdoctor.com عشان تاخد العنوان في مكان جديد لأول مرة. بشكركم لمتابعتكم وإلى لقاء جديد، أستودعكم في رعاية القدير. فرعون أول من قال أخطأت في الوجود، وآية أخرى لم يرسل الله ابنه إلى العالم. فتح أحد الباب أدخل إليه وأتعشى معه.